السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنبدأ النهاردة ناخد السيس بريب اللي موجود عندنا، ولكن قبل ما ناخد احنا كنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا عايزين نعرف مستوى التفاصيل اللي احنا عايزينها. طبعا الملاحظ عندنا هنا هو لو احنا بصينا على البارت 5 اللي هو اخر بارت نزل، هنلاقي ان في 147 واحد نزلوا الفايلز اللي موجودة دهيت، ورغم كده اللي عمل التصويت اللي موجودين عندي كتصويت هنلاحظ ان هم عددهم كلهم لا يتجاوز التلت اللي موجود عندنا، العدد الاجمالي 44 واحد. ولكن من ال 44 واحد اللي هم متابعين معانا وبيستفيدوا، لقينا ان 32% عايزينهم زي ما احنا بنشرح، في 7% عايزين تفاصيل اكتر، وفي 3 بس هم اللي عايزيني ان انا اقلل التفاصيل. فطبعا ان شاء الله هنتبع رأي الاغلبية اللي موجود عندنا وهنمشي ايه على التفاصيل اللي احنا بنمشي بيها. الموضوع بتاع النهاردة موضوع شيق جدا وفي كلام كتير ممكن ان هو يتقال. مايكروسوفت، هنلاحظ ان مايكروسوفت اللي هيشوف الكتاب هيلاقي فيه تقريبا صفحتين، السلايدز بتاعتها هتكون برضو مش اكتر من صفحتين. هتوعدكم ان هي هتديها لكم بعد كده في السيرفر، ولكن الوعد ده مش هنلاقيه موجود في الموكات، يعني الموكات او اي حد هيدرس تريننج سنتر مش هيلاقي الموضوع ده. هو الموضوع ده التفاصيل بتاعته مايكروسوفت بتغفلها على اساس ان هيقول لك ده كورس اكس بي، رغم ان التظبيط بتاعه كله بيتم على السيرفر اللي موجود عندنا. ان شاء الله ربنا يوفقني كده وتلاقوا الموضوع سهل وتلاقوا الموضوع جميل تمام ونقدر نطبقه كلنا. قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وافقه العقده من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده حاجه اللي احنا بنسميها اللي هو الريموت انستليشن سيرفيس، او اللي احنا بنسميها الريز. يبقى انا عايز اعمل انستليشن، بس الانستليشن ده هيكون من خلال مين؟ ريموت، يعني عن بعد اللي موجود عندي، او اللي احنا بنسميها الريز اللي موجودة عندنا. طيب الريز دي بداية هي بدأت معايا من ويندوز 2000 سيرفر، يعني الخاصية دي ممكن اطبقها على ويندوز 2000 سيرفر او ان انا اطبقها على ويندوز 2003 سيرفر اللي موجود عندنا، بحيث ان احنا نخلي عملية الانستولينج بتاعت ويندوز 2000 بروفيشنال او ويندوز اكس بي او ويندوز 2003 سيرفر اوفر ذا نتورك. معنى الكلام ده ايه؟ انا لو عندي سيرفر عليه ويندوز 2000 او عليه ويندوز 2003 اقدر احط فيه، اقدر ان انا من خلال السيرفر ده اللي هو 2000 او 2003 ان انا اعمل عملية ريموت انستول لمين؟ لويندوز 2000، لويندوز اكس بي، لويندوز 2003. طبعا عملية الريموت انستول دي بتتم ايه؟ اوفر ذا نتورك، يعني من خلال النتورك اللي موجودة عندنا. عملية الريموت انستول اللي موجودة عندي دهيت بتتضمن صراحة 3 حاجات ممكن نعملهم من خلالها. ممكن ان انا هقول له حط لي هنا هو صورة او ال سي دي بتاع الويندوز، وكل الناس المتصلة بالسيرفر اللي موجود عندي ده هتاخد الفايلز من هنا وتبدأ عملية الانستول اللي موجودة عندي، بس الطريقة اوتوماتيكية مش زي الطريقة العادية. اي جهاز هيطلب من السيرفر اللي موجود عندي ان هو ينزل ويندوز هيمشي معاه، وبعد كده تظهر عملية الميني سيت اب اللي احنا شفناها قبل كده في سيس بريب، ولكن هنا هتكون في الريز اللي موجود عندي. هيحط شوية بيانات وهيبدأ كده يبقى الويندوز نزلت بالكامل عنده. العملية التانية هي تعديل العملية الأولى. ألا بدل ما أخلي اليوزر بتاعي إن هو يخش ويشوف الميني سيت اب، لا أنا هعمل له أنسر فايل هنا يجاوب على الميني سيت اب. فعشان كده هما الاتنين دول اعتبرهم واحد هنا هوت، ده اللي احنا سميناه ال CD based Res Installations اللي موجودة عندي. يعني أنا هنزل لك ويندوز بس، يا إما هتجاوب على بعض الأسئلة يا إما هخلي الأنسر فايل يجاوب على بعض الأسئلة اللي احنا كنا هنسألها في الطريقة الأولانية. الطريقة التانية اللي موجودة عندي ألا وهي الـ Image Based Res Installation. لا أنا هنا بقى هعمل لك إيه؟ هنزل لك برامج مع الويندوز اللي موجودة عندنا. فإذا دي كأنها بالظبط اللي هي ويندوز بس، أما دي ويندوز وبرامج اللي موجودة هنا. في ملاحظة جميلة جدا، قال لي You can't، أنت ما تقدرش تعمل ديبلوي لمين؟ للويندوز 2000 سيرفر تمام، أو لويندوز 98 أو ويندوز ميلينيوم اللي موجودة عندي.
يبقى ده اللي هو انا مش عارف النقطه دي محتاج ان احنا نحقق عليها مره تانية. احنا السيرفر بتاعنا ممكن يكون ويندوز 2000 او ويندوز 2003 اللي هنزل عليه الريز اللي موجود عندي. طيب لو نزلت عليه الريز اقدر ادبلوي الويندوز انهي ويندوز؟ اقدر ادبلوي اي ويندوز 2000 بروفيشنال تمام اكس بي 2003 سيرفر اللي موجوده عندي. ايه هي المتطلبات بتاعتي عشان اقدر اعمل الريز؟ المتطلبات بتاعتي انقسمت الى قسمين، القسم الاول اللي هو السيرفر ريكويرمنتس، والقسم الثاني الا وهو الكلاينت ريكويرمنتس. يعني هنا هعمل ايه او لازم السيرفر مطلوب منه يكون في ايه عشان يقدر نشتغل بيه اللي هو الريز اللي موجود عندي. طب وبالنسبه للاجهزه اللي هتنزل عليها الويندوز ريموتلي او عن بعد تمام، ايه المتطلبات بتاعتها؟ بالنسبه للسيرفر ريكويرمنتس اللي موجوده عندي، انا زي ما احنا قلنا قبل كده في السلايدز اللي قبليها، محتاج ان انا يكون عندي ويندوز سيرفر 2000 او ويندوز سيرفر 2003 اللي موجود عندنا. لازم يكون عندي حاجه هنا اللي اسم مسميها الاكتف دايركتوري. الاكتف دايركتوري هي ممكن اقولها ببساطه كده، هوت هي عباره عن داتابيز، قاعده بيانات بيكون متخزن فيها جميع اسماء الناس واسماء الكمبيوترات بتاعتهم والسيتنج بتاعتهم. من خلالها بقدر ان انا امانج النتورك بتاعتي كامله. لازم يكون عندي دي ان اس سيرفر اللي موجود عندنا. الدي ان اس سيرفر اللي موجود ممكن اشبهه بالظبط كده برقم بالموبايل بتاعك. هيكون فيه انت لما تحب مثلا تطلب محمد هتشاور على محمد وتقول له كول، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ اوتوماتيك الموبايل هياخد الاسم بتاع محمد ده ويحوله ويطلب مين؟ الرقم اللي قدام محمد. نفس الحكايه بالنسبه لنا في النتورك، لو انا عندي بي سي والبي سي ده هو بيقول له لو سمحت انا عايز اروح لمين؟ للدومين كنترولر بتاعي. الدومين كنترولر هو الجهاز اللي نازل عليه الاكتف دايركتري، فهو كل اللي هيعمله الكمبيوتر بتاعي ان هو هيسال الدي ان اس، لو سمحت يا دي ان اس وديني على الدومين كنترولر بتاعي. فالدي ان اس بتكون عنده لستة اللي موجودة عندنا، الدومين كنترولر بيساوي اي بي كذا، يبقى ساعتها هينقل اليوزر بتاعي من هنا ويوديه على مين؟ على الدومين كنترولر. نفس الحكاية بالظبط اللي انت طول النهار عمال تعملها، لما انت بتكتب لي www.yahoo.com الدي ان اس بيحول ال www.yahoo.com بيحولها لمين؟ الى اي بي ادرس. فبدل ما كنت احفظك مجموعه من الارقام 192 17 مش عارف ايه تمام، لا انت بتحفظ الاسم والدي ان اس بيحول من الاسم الى الاي بي اللي موجود عندنا. في عندي حاجه تانية، لازم يكون عندي دي اتش بي سيرفر اللي موجود عندنا. دي اتش بي سيرفر تمام اللي هو دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول اللي موجود عندي سيرفر، ده بيعمل ايه؟ ببساطة هو اللي بيوزع السيتنج بتاعة النتورك اللي موجودة عندي. يعني هو اللي بيدي للكمبيوتر بتاعي حاجة اسمها اي بي، هو اللي بيدي للكمبيوتر بتاعي حاجة اسمها سبنت ماسك، هو اللي بيدي للكمبيوتر بتاعي حاجة اسمها جيت واي اللي موجودة عندنا، هو اللي بيدي الاجهزة بتاعتنا اللي موجودة عندي بيديها اللي هو الدي ان اس اللي موجود عندي. انا للتبسيط احنا مش في كورس سيرفر ولا الحاجات دي كلها، انا مش عايز اتعمق فيها، انا بحاول